التعاون علي فارس لتوشيحه بوسام العشير من السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. شهادة إشعار بإسداء وسام من رتبة العشير يتقدم العقيد مولاي خليفة عن الحماية المدنية. لتوشيحه بوسام العشير من قبل السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. يعني بوسام وشهادة بإسداء هذا الوسام من درجة عشير يتقدم عن الحماية المدنية المقدم بوشريفي ناصري يحضر مقدم بوشريفي ناصري بوسام عشير من المصف يستلمه من السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. وسام وشهادة إشعار بإسداء هذا الوسام من رتبة العشير. عن الحماية المدنية دائما يتقدم الطبيب الرائد منوار لياس يحظى بوسام عشير من المصف وشهادة إشعار بإسداء هذا الوسام من رتبة العشير من قبل السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. يتقدم النقيب تيغرين هشام يحظى بوسام عشير من المصف يسلمه إياه السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني وشهادة إشعار بإسداء هذا الوسام. يتقدم الملازم الأول حمداس طارق عن الحماية المدنية يحظى بدوره بوسام عشير من المصف يسلمه إياه السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني وسام العشير وشهادة إشعار بإسداء هذا الوسام من رتبة العشير. يتقدم الملازم بالحاج زكريا عن الحماية المدنية يحضر بوسام عشير من المصف
وشهادة إشعار بإسداء هذا الوسام بدرجة عشير من قبل السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. يتقدم المساعد باشا فاتح عن الحماية المدنية. وهذا بوسام عشير من المصف وشهادة إشعار بإسداء هذا الوسيم وسام من درجة عشير. يتقدم العريف هطال عزيز من عناصر الحماية المدنية. يحظى بوسام عشير من المصف يسلمه إياه السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. شهادة إشعار بإسداء هذا الوسام. يتقدم الرقيب محرز حليم عن الحماية المدنية، وقد حظي بدوره بوسام عشير من المصف يسلمه إياه السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. إضافة إلى شهادة إشعار بإسداء هذا الوسام من درجة عشير. عن القوات الجوية للجيش الوطني الشعبي أدعو العقيد راس النعجة ياسين. يحظى بوسام عشير من المصف يسلمه إياه السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. شهادة إشعار بإسداء هذا الوسام من رتبة عشير. يتقدم المقدم أرماضنا ساعد عن القوات الجوية الجزائرية للجيش الوطني الشعبي. سيحظى بدوره بوسام عشير من المصف يسلمه إياه السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. شهادة إشعار بإسداء هذا الوسام. يتقدم الرائد بوطالب محمد عن القوات الجوية الجزائرية للجيش الوطني الشعبي. ويحظى بوسام عشير من المصف يسلمه إياه السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. إضافة إلى شهادة إشعار بإسداء هذا الوسام. يتقدم النقيب بوميمون بلال عن القوات الجوية الجزائرية للجيش الوطني الشعبي.
تفضل. ويحظى بوسام استحقاق من المصف برتبة عشير يتقدم الملازم الأول قربي عادل عن القوات الجوية الجزائرية للجيش الوطني الشعبي. ويحظى بوسام استحقاق من المصف وشهادة إشعار بإسداء هذا الوسام من قبل السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. يتقدم المساعد الرئيسي معزوز سمير عن القوات الجوية الجزائرية للجيش الوطني الشعبي، ويحظى بدوره بوسام عشير من المصف يتسلمه من السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. عن الهلال الأحمر الجزائري تتقدم السيدة قريشي ياسمين وقد حظيت بوسام عشير من المصف يقدمه لها السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. تتقدم السيدة ليزا سايج عن الهلال الأحمر الجزائري وقد حظيت بوسام عشير من المصف يسلمه إياها السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. يتقدم السيد محمد لمين عبو عن الهلال الأحمر الجزائري ويحظى بوسام عشير من المصف يتسلمه من السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. يتقدم السيد رشيد بوطالبي عن الهلال الأحمر الجزائري والذي حظي بوسام عشير من المصف يستلمه من السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. وشهادة إشعار بإسداء هذا الوسام
الشكر لكم سيدي رئيس الجمهورية وأنتم تكرمون هذه الثلة من العناصر المشاركة في عمليات إسعاف وإنقاذ المصابين في تركيا عن هياكل الحماية المدنية والقوات الجزائرية للجيش الوطني الشعبي وكذا الهلال الأحمر الجزائري.